وصل كأس العالم لكرة السلة إلى العاصمة الأردنية عمان، وعرض للجمهور في جبل القلعة كدلالة على تطور إنجازات منتخب السلة الأردني الذي نجح للمرة الثانية في التأهل لمنافسات كأس العالم 2019. أول مناسبة اليوم هي حصاد للنتائج الطيبة اللي حققها منتخبنا والنتيجة الممتازة لوصولنا إلى نهائيات كأس العالم في الصين. إحنا البلد العربي الوحيد من آسيا اللي بتأهل إلى كأس العالم، هذا إنجاز عظيم في فترة قصيرة جدا بإمكانيات محدودة جدا، وأثبتنا إحنا أنه بالعزيمة وبالاجتهاد وبالاتحاد نستطيع أنه نحقق الكثير لشعبنا. الوصول لكأس العالم بحد ذاته إنجاز، وإنجاز مش بس للأردن، إنجاز للعرب كلها. كأس العالم إنه يجي على الأردن، أنت كنت يعني زمان كان اللي بيوصل كأس العالم ما بيشوف الكأس غير لو فاز بالبطولة حتى لو كان واصل. فهلأ كأس العالم صار لف على البلدان توصل كأس العالم، ولما اللعيبة تشوفه بصير عنده حافز أكبر إنه تشد حالها وتتدرب أحسن عشان تعمل ناتج بكأس العالم ويكون نتائجها فخر للبلد، وإن شاء الله نتائجنا تكون فخر للبلد. تعتبر هذه الفرصة هامة للجمهور الأردني الذي تحمس لالتقاط الصور مع لاعبي المنتخب الوطني الأردني كنوع من دعم الجماهير للمنتخب وآمالهم بتحقيق أداء مشرف. متأملين بالناس كتير، وشعور كتير حلو لما يكون احنا مع الناس، لأنه الناس هم اللي بعطونا دعم إنه نلعب بكأس العالم. مبسوط كتير بهذا الحدث اللي عم بيصير، لأنه الناس مبسوطة، وأنا بحب أشكر الناس لأنه هم اللي عطونا هذا الإشي خلينا نوصل لهذا الكأس. اليوم كتير مهم عشان احنا لازم نفرجي دعمنا للفريق الأولاد ونقولهم إنه بزبط يفوزوا هالكأس. انطلقت جولة كأس العالم العالمية في شهر مايو الماضي من العاصمة الصينية بكين، وها هو اليوم في عمان يمر من أمام أعين الأردنيين تاركاً في قلوبهم إيماناً مطلقاً بقدرتهم على اجتياز الصعب وتحقيق الأصعب. رعية يعقوب، الغد، عمان.